اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ابيض واسود. حلقتنا اليوم خاصه عن المخدرات. طبعا كثير ما نسمع عن المخدرات، واكو حلقات كثيره اجريناها في هذا البرنامج وفي برامج اخرى عن المخدرات، لكن اليوم احنا راح نخلي الخطوط تحت مسميات جديده في موضوع المخدرات، وهذه المسميات هي خطيره جدا. من ضمن هذه المسميات الطريق الآمن. الطريق الآمن هذا ما يدعى به العراق ضمن الدول المجاورة إلى والدول المصدرة للمخدرات، يعتبرون وصل مرحلة، يعتبرون العراق الطريق الآمن للمخدرات، ومرور المخدرات عبر العراق يعتبر أسهل الطرق، حتى وصل العراق أنه مجموع ما يدخل عن طريق العراق هو 80% من المخدرات تدخل عن طريق العراق وتتهرب أيضا إلى دول أخرى. راح نعرف هذه الدول شنو، وراح نعرف كل هذه التفاصيل بعد هذا التقرير. راجعين. الفقر والعوز والحرمان والبطالة أسباب ساهمت في تفشي الجرائم الجنائية لدى الشباب الذين يتعاطون الحبوب المهلوسة أو المخدرة في الآونة الأخيرة بحسب الكثيرين. استفحلت هاي الأمور، يعني الحبوب والمخدرات، ودمرت شبابنا. يعني تلقي صغير ويتعاطى الحبوب، وكثرت عندنا الأعمال الجنائية خصوصا بالمحافظة، إيه الجرائم الجنائية. وهاي طبعا الحبوب اللي يتم تناول، يعني لا استيرادها من دول إقليمية، من دولة إقليمية ومن دولة جوار، يعني من دول جوار عربية. يعني لها يعني هي اجتماعية واقتصادية. يعني تلقي الشاب زين، أو تلقي المراهق لا شغل ولا عمل يتعاطى لها، يعني تلقي يسرق من أمه ومن أبوه زين، ومن اجل ان يشترى هاي الحبوب والمخدرات. وماشي حتى عندنا بالقهاوي اللي هو يستخدمونه، وين النارجيله، ماده ترياك، هي هاي خوب غاليه زين، يعني بس هم يبيعوها برخص من اجل دمار حياه الشاب. المقاهي ما يسمون الكافو شوب، هاي يعني الكافو شوبات لا ما تخلو، يعني ثلاث ارباع عندنا بالمحافظه بكثره يعني موجودين. الشباب ادمن عليهم، ادمن طبعا. وعندنا يعني قضايا جنائيه زين، المحارم والسرقه وقتل امه او اخته واختطاف. والله اخوي هسه هل تشوف هاي تحالك، هاي العالم كله قاعد عطاله بطاله، يعني لا تشتغل، لا هاي لا عنده مصدر وارد، لا عنده مصدر عيشه، عنده شو موزع عطيطه وضاله، وقاعد العالم كله قاعده. يعني تاثر على وضع طبعا تاثر مشاكل. لا هو قاعد قبال 24 ساعه صبصابه، هاي بوسطيه، هذا ابو شربت، هذا ما ادري شنو، يعني ماكو لا هو يشتغل له بربع، وماكو بعد ساعتين ماكو، ما حصل له ربع. طبعا يصير مشاكل، الا هو طاق روحه طاق من الدنيا. طبعا ماكو المشاكل هاي تنحرف طبعا اذا ماكو شغل، يعني عمل وقف، وظيفه تعين ماكو، يجي هذا وشلون يروح؟ انا حتى خطا يروح للحبوب، للشروب، للقتيل، للخطوف، شو اسمه، شغلات هوايه يعني. ليش يعني؟ لان ماكو عمل، ما موفر، الحكومه مقصره، ما يعني ما موفرين لا وظيفة لا عمل. مصادر أمنية وطبية أكدت تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظة في السنوات الماضية والحالية والقادمة من دول الجوار العربية والأقليمية. فيما يخص مكافحة المخدرات، نعم لدينا عمل كبير بهذا الموضوع، وإحنا جادين حقيقة في محاربة هذه الظاهرة التي انتشرت وبشكل واسع على عموم البلد. هذا يأتي نتيجة تعاون الجميع، الأجهزة الاستخباراتية والأجهزة الشرطوية وأيضا المواطنين ومصادرنا الخاصة، وإن شاء الله احنا عاملين بهذا الخصوص، ولدينا إن شاء الله عمليات كبيرة بهذا الموضوع. بالحقيقة ماكو نسبة محددة، لأنه ماكو أي مراكز جمع بيانات. الوحيد اللي مركز جمع البيانات بالعراق وبالعفو محافظة المثنى هو مكتب الصحة النفسية، عاملين بأنه على الجهد على جمع وحصر كل أعداد المتعاطين الموجودين بالمحافظة. والمشكلة الكبيرة اللي عندنا بأنه المتعاطين عندهم هواجس أمنية ويخافون مراجعة أي مركز علاجي اللي موجود بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك الخوف من المجتمع والقانون.
يكونون، فذلك هم دائما يكونون بشكل هرب مستمر من هاي المشكلة، فيقعون بمشكلة أكبر وهي الإدمان والتعاطي، وحالة يعني يحاولون بأنه يبتعدون عن الإدمان أو يتركون الإدمان راح يتعرضون لأعراض انسحابية اللي هي تكون ليست أقل من الأعراض اللي يتعرضوا لها أثناء الإدمان، وهاي هم مشكلة خطيرة. فأغلب الحالات اللي قاعد تجينا عن طريق بعد إلقاء القبض عليهم يحولوهم إلى يعني قسم مكافحة المخدرات، فهم بالأساس هم يكونوا متعاطين. بعد المواد اللي موجودة عندنا بالمحافظة هسه هي يعني القسمين، قسم اللي موجودة الدوائية اللي هي عن طريق هي عبارة عن أدوية نفسية ويتعاطوها بسبب حالة معينة ويدمنون عليها ويستمرون على إدمانها، وهاي حالة موجودة والمواد قاعد توصلهم. والحالة الثانية أكو مواد هي الأمفيتامينات اللي كبتاجون، وعندنا مادة الكريستال هم مادة خطرة هاي دخلت لهنا بالمحافظة، ونحاول بأنه بأي طريقة نريد نعرف مصادر تمويلها، وهاي يعني مو اختصاص قسم مكافحة المخدرات. فيما حذر محافظ المثنى من خطورة هذه الظاهرة على مجتمع السماوة الذي يعد أكثر تحفظا، مناشدا الجهات المعنية التعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. المشكلة يجب الخوض بتفاصيلها وإعلانها حتى نتمكن نوضع حلول مناسبة لمعالجتها. أصبحت قضية تعاطي المخدرات في العراق عموما قضية واسعة الانتشار، وكذلك في محافظة المثنى نعتبر أنه مقارنة باقي المحافظات أكثر من المتوقع في داخل المحافظة. سلسلة إجراءات قامت بها الحكومة، من أهم الإجراءات هي قضية أنه الاعتراف بوجود المشكلة، تشخيص المشكلة هذه الموجودة، من هم المسؤولين عنها، من هم المتأثرين بهذه المشكلة، قضية التثقيف مهم جدا انه والتوعية المواطن سواء كان المتعاطي او القريب على المتعاطي او عائلة المتعاطي، يجب ان تكون هناك مشكلة، هذه المشكلة موجودة تطرح على للنقاش. وحب الفترة الأخيرة احنا نلاحظ من خلال الأجهزة الأمنية وعملية إلقاء القبوض والتحري أنه ارتفاع في مستوى هذه الجريمة على مستوى الشباب. هذا وتشير الإحصاءات الرسمية لعدد من منظمات حقوق الإنسان والدوائر المعنية على ارتفاع نسب الجرائم الجنائية إلى 60% لمتعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة أو المشروبات الكحولية بسبب غياب الواعز الديني والتربوي لدى الكثيرين. وعلى الرغم من تحذيرات الجهات المعنية من هذه الأماكن، إلا أنها تعد ملاذا آمنا للشباب العاطل عن العمل أو الموظفين الهاربين من الإجراءات الروتينية المملة. لبرنامج أبيض وأسود واثق الواثق، المثنى. شكرا للزميل واثق عن هذا التقرير، هذا التقرير اللي بصراحة من محافظة المثنى. محافظة المثنى هي تعد من أهم المحافظات وأخطر المحافظات اللي يتمر من خلالها المخدرات. راح نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة ندى العابدي، نقولها أول شيء أهلا وسهلا بيك. دكتورة ندى هي باحثة اجتماعية وباحثة نفسية وأكثر من هذا المسمى بصراحة، لا يقتصر عليك أنت فقط هذا المسمى، أنت أكبر من هذه المسميات كلها. نقول لك أهلا وسهلا بيك في برنامج أبيض أسود. شكرا جزيلا. وأيضا نرحب بالشباب اللي موجودين ويانا، كلهم شباب مختصين بهذا الموضوع وشباب متطوعين بالعمل من أجل الحفاظ على شبابنا ومن أجل الوصول إلى نتيجة لتقليل وجود المخدرات بجانب التعاطي والعمل بالمخدرات والمتاجرة بالمخدرات. رحب بهم، قلهم أهلا وسهلا بكم، وراح إن شاء الله نأخذ من وقتكم اليوم ونأخذ من معلوماتكم اللي بحثتوا عنها ووصلتوا إلى نتائج بها. خلينا نرجع، شكرا. راح نرجع للدكتورة. دكتورة بالبداية أريد أعرف، أنت شفتي التقرير هسه، أريد نعرف بالبداية شنو هي المخدرات. نعم، شكرا لك أستاذ بلال، شكرا لأبيض وأسود اللي سلط الضوء الحقيقة على النقاط الجوهرية والمواضيع المهمة. شكرا. اللي هي تعنى بثقافة المجتمع وبالنهوض به، وأيضا تحدد المخاطر اللي يواجهها مجتمعنا. المخدرات عموما هي مواد كيميائية. نعم. نوعين، أما أن تكون طبيعية أو تكون مصنعة، واستخداماتها متعددة، قد تستخدم للعلاج أو للجوانب الحياتية والصناعية الأخرى. خطورتها تكمن في استخدامها بالحد المفرط
وفي غير الحدود اللي تستخدم فيها. نعم. ايضا هي هنالك انواع كمواد كيميائيه قسم بها تكون منشطه وتدخل ضمنها حتى ماده الكافيين اللي بالشاي والقهوه وماده اللي موجوده بالنيكوتين بالدخان. نعم. وعادة هذه المواد وغيرها تعمل على إعطاء طاقة للجسم سهر لفترات طويلة، وعادة ما يدمن عليها الرياضيين أو الجنود اللي يوقفون بنقاط الحراسة لفترات طويلة أو الطلبة اللي يستخدموها لغرض السهر والدراسة. طيب. فهذه مواد منشطة تنطيك فرط نشاط لكن بنفس الوقت تسبب إدمان وتسبب مضار بالجهاز العصبي. طيب. هنالك مواد مخدرة تعطى أما لتسكين الألم أو لمعالجة أمراض الحساسية. نعم. أو للنوم لفترات طويلة بحيث تخليك في حالة شبه إغماء. هنالك مواد أخرى مهلوسة اللي هي الحقيقة تشوف تخلي الإنسان يشوف الأشياء أما بحجم أكبر من حجمها. نعم. أو بحجم أصغر من حجمها أو يشعر أنه هو منفصل عن الواقع. نعم. وكأنه هو طاير في منطقة وسطى بين السماء والأرض. أه. وبكل الأحوال كل هذه المواد هي الحقيقة خطورتها تكمن في أنها تهاجم الجهاز العصبي. نعم. وتسبب الإدمان، والإدمان قد نتصور أنه هو حالة طارئة ولكن الإدمان على هذه المواد بحد ذاته هو مرض. نعم. ومرض خطير عضوي ونفسي. نعم. وبالتالي هذا المرض العضوي والنفسي يتطور لكي يصبح حالة اجتماعية سائدة خطرة. جيد. هذه المعلومات اللي ذكرتيها حضرتك يعني بصراحة هذا كل هذا الكم الهائل من المعلومات الخطيرة اللي تناول المخدرات، لكن بنفس الوقت احنا نشوف نسب كبيرة من الشباب اليوم يتعاطى المخدرات او يتاجر بها. نعم. زين هذا. نعم. شنو الأسباب اليوم؟ احنا نريد نعرف شنو السبب اليوم، ليش هيك النسبة زادت؟ نعم. الحقيقة لحد منتصف السبعينات العراق كان شبه خالي من هذه المواد، ومن أقول شبه خالي معناها موجودة هذه المواد كحالات علاجية. نعم. نعم. يعني لغرض العلاج ولا فقط. تصرف إلا ب تدقيق من الشخص المختص من الطبيب ومن الصيدلي، فالقضية. طيب. كانت محصورة، حتى أن العراق عنده اتفاقيات ويا الانتربول باعتبار أن العراق هو منطقة وسطى مطلة على دول إنتاج المخدرات. نعم. اللي هي أفغانستان وإيران واللي هي مصادر لتصدير المخدرات إلى جانب دول الخليج والسعودية. نعم. والجانب الأوروبي اللي طبعا من دول الخليج والسعودية تروح إلى أفريقيا ومن تركيا ترحل إلى أوروبا. إلى أوروبا. فالعراق وفق هذا الموقع مالته كانت عندهم لحد منتصف السبعينات اتفاقيات مبرمة مع الانتربول الدولي، يعني احنا مو كانت عندنا ما موجودة بل كنا جزء من الجهد الدولي لمحاربة المخدرات. طيب. بعد الحقيقة دخولنا في حرب مع إيران قلت الأيدي العاملة بداخل العراق. نعم. فأكثر الشباب راحوا للجبهات القتال. ها. فبدأ العراق يستورد أيدي عاملة من الدول العربية، المصريين وقسم من السودان وقسم من الدول الأخرى الباكستان. نعم. وما إلى ذلك. هذول عادة دخل بيهم، طبعا ما كان أكو عملية تمحيص وتفتيش عن هذه الحالة، دخل بيهم الكثير من المدمنين على المخدرات واللي قسم بهم أما أن عبروا هذه المواد بصورة غير شرعية أو قسم بهم أدمنوا على المخدرات داخل العراق على مادة الأسيتون أو مادة الغرة أو تناولهم للمشروبات الكحولية بطريقة. نعم. نعم. فأصبحوا ذولا وسط لانتشارها وإدخالها إلى العراق. اللي فاقم القضية وزيد الأزمة هو بعد سقوط النظام أصبحت حدودنا مفتوحة. نعم. لا توجد رقابة مع وجود حالات فساد إداري على الحدود، مع وجود لوبيات وعصابات بمسميات كبيرة جدا. نعم. ترعى هذه المواد اللي خلاها وسط العراق ترانزيت أصبح بسبب عدم وجود الرقابة على الحدود. طيب. أصبح ترانزيت بهذه المواد. عندي نقطة مهمة، الأسعار المنخفضة لهذه المخدرات، احنا اللي متعارف عليه اسعارها تكون مرتفعه خاصه بالبلدان كلها، من نعرف انه مخدرات نعرف انه هاي سعرها باهظ ومو اي شاب يقدر يشتريها، ليش اسعارها منخفضه؟ سؤال جدا مهم بلال. القضيه عرض وطلب، احنا نعرف قضيه التسعيره هي الحاجه كل ما تزداد بالسوق. نعم. ويزيد الطلب او يقل، يعني بعدها ما مو ذاك الطلب عليها. نعم. حاجه متوفره بكثره، هذا الموضوع يؤدي الى قله سعرها. نعم. العراق اصبح قاصه لتجميع. أه. هذه المخدرات اللي. أه. تجيك من افغانستان عبر ايران
ومنها كتتوزع، فلما يصير توزيعها، ذكرت حضرتك أنه 80% من مقدار الصادرات من المخدرات اللي تتوزع إلى أفريقيا وإلى دول أوروبا تتوزع، فهذه القاصة وهذا التكدس الكبير لهذه المواد أدى إلى رخص سعرها وسهولة الحصول عليها. إنه هذا دليل يعني عند الرقابة. يعني انخفاض الأسعار إنه هذا دليل على إنه زيادتها كثرتها وفرتها موجودة. فالحقيقة أصبح العراق هو ذكرت لحضرتك الترانزيت اللي تتجمع بهذه المواد، ويعني هي تدخل بسعر وموجودة بداخل العراق بسعر، وتطلع إلى الأردن ودول أوروبا عن طريق تركيا، وإلى دول الخليج العربي عن طريق السعودية والكويت تطلع بغير سعر. جيد. خلي نستغل وجود الشباب ونستثمر وجود صلاح. صلاح حضرتك أنت ناشط مدني. نعم. وأيضا قريب من السجون العراقية، ما أريد نذكر الصفة بشكل واضح، لكن أريد أعرف من حضرتك المعلومات اللي عندك، يعني من خلال عملك أنت هذا، شنو المعلومات اللي عندك والإحصائيات اللي تمتلكها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ بلال على هالفرصة هاي، وأشكر قناة رشيد حقيقة، هذا نقطة مهمة جدا لابد أن نناقشها بأمور مهمة، من ضمنها هي البرامج هذه اللي تطلع. الحقيقة شغلة المخدرات شغلة صعبة جدا، تيجي قاعد تستورد تدخل للعراق عن طريق الأمريكا اللاتينية، وصلت يعني قبل ذكرت الدكتورة قالت من أفغانستان، قبل كانت تجينا من أفغانستان تدخل على إيران وتدخل إلى العراق، هسه أمريكا اللاتينية قاعد تصدر للعراق بأنواع ما يقارب عن 13 نوع يدخل للعراق، من ضمنهن هو الكريستال، الماز، الخشاش، الهورنيم. هسه احنا ما نريد نذكر الانواع بقدر ما نريد اسماء تجارية. نعم هاي الاسماء هي كلها تجارية، يعني كل نوع له صفة مالته. يعني هسه حاليا بالسجون زين، هاي عن اي طريق؟ عن اي طريق؟ عن طريق ايران وسعودية. زين. يعني المعلومات سعودية خصصت ارض تزرع بها القات. زين. مادة يسمونها هذا موجود القات حتى باليمن موجود. باليمن. نعم. خصصتها للعراق. نعم. يعني قاعد تزرع بدال لا تأتي من التصدير، يعني التصديرة يصدرونها للعراق. زين. حتى كثرة عندنا سبب الأحداث اللي قاعدة تصير بالسجون. نعم. اللي عندنا مثلا هسه أكثر الحالات موجودة زنا بالمحارم. الزنا بالمحارم هذه قاعد ياخذون مادة الكريستالة ومادة الألماز. الألماز طبعا بالمناسبة تنضرب بالوريد. يعني حتى شنو تسبب؟ هاي تسبب فقدان الذاكرة، يعني يفقد ذاكرته بالبيت، توصل مرحلة يزدي يعرف هذا منه. ما يعرف يقتل. يعني أتذكر شخص جابوه قاتل أخوه وخواته اثنين، أمه وأبوه من أهل العمارة، يعني فاقد الذاكرة يعطي هذه المخدرات باستمرار، ما صار عنده مال، صارت المادة عليه صعبة كلش، يعني صعد سعرها، راد من أهله ما طو سحب سكينة قتل أهله دشتهم، وبعد ذلك طلع برا احتقلت الحكومة وجابوا إن حققنا وياه. نعم. طلع نفس الحالة من وراء سبب المادة الكريستالة. طيب طيب هسه هذه المعلومات اللي ذكرها صلاح إنه يعني الموضوع مو سهل. أكيد. يعني إحنا من نحكي بالإعلام يقولون مرات أنتوا تكبرون المواضيع، الموضوع مو سهل. لما توصل لهاي المرحلة يقتل أهله، يعني هذا الموضوع بصراحة يحتاج لوقفة. بالفعل. والشباب هم طبعًا مسوين هذه الوقفة والبحوث اللي راح نجي عليها نرجع عليها. لكن دكتورة شلون نتعامل ويا هاي القضية اجتماعيًا يعني؟ نعم. مشكلة المدمن هي ليست مشكلة نفسية فقط، هي مشكلة صحية ومشكلة اجتماعية. الحقيقة الدول المتقدمة تعمل على أن تبني مصحات خاصة تتضافر بها جهود الباحث النفسي والباحث الاجتماعي والطبيب، تتضافر بها جهود المنظمات الإنسانية والمجتمع. ليش؟ لأن يعني المدمن الحقيقة خطورته تكمن في كونه خطر على نفسه وعلى المحيطين به وعلى المجتمع. طيب. والخطورة الأكبر هي صعوبة التخلص من حالة الإدمان، يعني حالة القضاء على الإدمان أو استلام المدمن وتحويله إلى شخص سوي أو إرجاعه إلى جادة الطريق الصواب الصحيح تحتاج إلى جهود كبيرة. وأول هذه الخطوات أن يؤمن المدمن نفسه بأنه هو أصبح مشكلة. الحقيقة إحنا اللي نعاني أنه يعني شفت الأخ صلاح ذكر هذا المواطن اللي قتل أهله،
أكثر المدمنين هو يرفض أن يعترف أن هنالك أزمة، ويعتقد أنه هذا الحالة اللي يمر بها هي حالة علاج لأزمته، يعني هو أصلاً الإدمان يعتبر علاج، يعتبر علاج، لأن يعني هو فاقد الثقة بالمجتمع، فاقد الثقة بنفسه، هو يعاني من مشاكل صعبة جداً اقتصادية ونفسية وتعقيدات كبيرة، لذلك هو لجأ إلى حالة الإدمان يعتبرها أحد الحلول، لأنه هي أما أن تنقله من هذه الحالة اللي عايش بها تعيشها إلى أشبه بالتسكين للألم اللي يحسه، ولذلك هو من الصعوبة جدا أن تقنعه أنه هذه أصبحت أزمة. لذلك كل حالات علاج المدمنين تفشل ما لم يؤمن المدمن نفسه أنه هو بحاجة إلى العلاج. صح. والحقيقة احنا قلنا انه خطورته تكمن في انه عملية تدمير الجهاز العصبي له. نعم. وتحويله الى شخص بعيد تماما عن الانسان الاعتيادي. طيب. فلذلك عملية القتل والتوحش في القتل او حتى قضية الزنا بالمحارم وارتكاب هذه الجرائم اللي ترفضها النفس البشرية ويرفضها العقل البشري، هذا معناتها اكو عملية تدمير للجهاز العصبي للإنسان، وأكو عملية تحطيم. نعم. لكل انتماءاته اللي، وهنا أنت مو حولته إلى قنبلة موقوتة بل إلى قنبلة متفجرة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة وتدمر كل اللي حواليه. طيب خلينا نشوف ويانا أيضا محمود. محمود أنت عندك إحصائية وعندك بحث أيضا عن الأسباب مال تكاثر المخدرات. أها. شنو هذا البحث اللي اجريته؟ طبعا صار لك شهرين هذا البحث. اي صح. اها، نتيجه شهرين من البحث اريد اعرف المعلومات اللي انه المعلومات اللي انه هاي النفسيه تؤدي الى ولات نفسيه واجتماعيه واقتصاديه المخدرات. نعم. فتؤدي الى اضطراب الشخصيه وانفصامها وسرعه الانفعال للشخص المتعاطي للمخدرات. اها. تسبب له اثار جانبيه. شنو هذه الاثار؟ اول القلق والتوتر. نعم. وسرعه الانفعال، عدم ال قدرة على التركيز، عدم القدرة على تحديد المكان والزمان. عادي اقرأ شكو موجود عادي. يعني عدم القدرة على تحديد المكان والزمان، عدم النهوة العدوانية مع الشعور بالعدوانية والنقص. نعم. الخوف واليأس والإحساس بالذنب، الحساسية والعصبية المستمرة. يعني ما هذه كلها نتائج؟ هاي النتائج النفسية. أها. اللي تبرز من المتعاطي. طيب هذه النتائج النفسية دكتورة على كل المتعاطين؟ طبعا هم المدمنين حالة الإدمان تأثيرها تختلف من شخص إلى آخر. أولا لازم حتى ندرس حالة المدمن لازم ندرس البيئة الاجتماعية اللي يعيشها. نعم. شنو طبيعة البيئة؟ هل هي هل طبيعة الحياة اللي يسموها اللايف ستايل مالته؟ نعم. هل هو شخص مدلل وموجودة عنده تحت إيده وفرة من المال؟ نعم. هل هو شخص مكبوت؟ هل هو شخص يعاني من عدائية؟ ربما يعاني من اعتداءات. هذه اللي تذكريها هاي أسباب؟ لا، هذه الحقيقة إحنا لو بيئة يعيشها وهي تؤدي إلى الإدمان. يعني الظروف اللي يعيشها المدمن. نعم. بالنتيجة قد تدفعه عوامل مساعدة. نعم. اللي ذكرها الأخ هنا. نعم. الحالة الأعراض اللي هي تجي ما بعد الإدمان تختلف حسب المادة اللي يتناولها. نعم. يعني هذه الأعراض تختلف من شخص إلى آخر. ربما قضية المزاج وتغيرات المزاج وعدم التركيز، الشعور بالدونية. نعم. الشعور بعدم الانتماء، العصبية، هاي كلها تضع بهذه الخانة. هذه كلها تختلف حسب البنية للشخص المتعاطي وأيضا طبيعة المجتمع اللي يحيطه ونوعية المادة اللي يتناولها. لأن كل مادة قلنا لها تأثير. وهسه هي زادت المواد يعني حتى كثرت وصارت أشكال وأكثر. نعم. من نوع. أريد أعرف من عبد الصمد اللي هو مدرب تنمية بشرية. عبد الصمد أنت اختصاصك تنمية بشرية. نعم. أريد أعرف من حضرتك مشتغل المايك؟ مشتغل. نعم. شلون تشوف انت التنميه البشريه، انتم دوركم شلون تشوفون استقبال الشباب، استقبال الناس لهذه المواضيع؟ بالبدايه اشكرك جدا. شكرا لك. على هذا الاستقبال واتاحه الفرصه انه نتحدث بهالموضوع هذا اللي هو اليوم من اهم المواضيع بالشارع. طبعا موضوع المخدرات هو الكل يعرف انه هو اخطر المواضيع. نعم. كثير من الأمور وكثير من الأشياء اللي نحتاجها حتى نقدر نغطي على هالأشياء. يعني موضوع المخدرات
اكو بيئه مثل ما ذكرت الدكتوره، البيئه والحاله النفسيه. يعني اليوم الشاب لما يلتجئ لهيج امور اول مره لازم احنا نشوف شنو البيئه اللي هو عايش بها ونشوف حالته النفسيه. يعني لازم نعرف الاسباب. نعم الصوت اوكي واضح. نعرف الاسباب. نعم. نعرف الاماكن اللي يعيشون بها. يعني اليوم نفتقر بالمناطق الشعبيه تتواجد هاي اكثر شيء. المناطق اللي بها نسبه البطاله اكثر من اللازم، يعني نسبه 80 ولا 90% بطاله. فاغلب الشباب يلتجون لهي الامور. احنا نحاول من خلال تدريبنا، من خلال المساهمه، انه نثقف المجتمع اكثر واكثر. يعني انت شو تشوف انت من خلال هذا، يعني انت اختلاطك بالشباب؟ نعم. وتدريبهم، انت تشوف انه اكو استقبال، اكو ناس عندهم ثقافه يعرفون شنو خطوره المخدرات، لو اكو اهمال لخطوره هذه المخدرات؟ لا هو موجود الخطا، واكو كثير من الناس ناس اللي تعرف شباب يعرفون، اكيد يعرفون هالشيء هذا، لكن بنسبه معينه. يعني ما نريد نقول انه 80% ولا 20%. نعم. لكن نسبه معينه اللي يعرفون الأخطار اللي موجودة من خلال المخدرات. الشباب أكيد يعني اليوم اللي يعرفون هالشي هذا تلقاهم غير شيء، يعني يلتجئون للدورات التثقيفية، للدورات حتى يتثقفون أكثر. نعم. اليوم الشاب اللي يمن يتعلم، إحنا بحاجة إلى دورات أكيد. أه. على طول أكو شباب إجوك قالوا لك إحنا نريد دورات بخصوص المخدرات؟ لو ماكو هذا الشيء؟ لا موجود. موجود؟ موجود، لكن نسبة 1%. أها طيب. أنا قبل ما نكمل هذا الحديث وأريد أنتقل للشباب وللدكتورة، عندنا أكثر من موضوع، لكن خلينا نشوف بالديوانية شنو موضوع المخدرات عندهم. عالم غريب مليء بالمشكلات التي تبتعد عن عقل من يتعاطى بها حتى يلاقي جزاؤه. كاميرا أبيض وأسود استطاعت أن تلتقي بأحد ممن ابتعد عن هذه الظاهرة بعدما لقى عقابه بالسجن، ليكشف لنا عن بعض أفعالهم. ليؤكد أخصائيون بأن انهيار القيم الاجتماعية السبب في انتشار الكثير من الظواهر الخاطئة. احنا كنا ناخذ مخدرات، يعني أنا وأصدقائي، احنا جروب يعني ناخذ مخدرات، بس مو ياها يعني اهل اللي يجي من اصدقائنا ندخله ويانا، لا احنا جروب خاص وحدنا، يعني اصدقائنا كانوا يعني يجون ويانا بس ما نطهم يعني ولا نورجهم علينا احنا هاي شغله المخدرات. يعني بيناتنا احنا بعنا مخدرات، اكو جماعه نعرفهم ونبيع لهم مخدرات، يعني نشوفهم يعني مو يعني من طبقتنا نبيع لهم مخدرات. خمس سنوات نحكمهم. انهيار القيم الاجتماعيه والقيم الدينيه، أصبحت المنظومة القيمية منظومة غير فاعلة، غير ضابطة لسلوك الفرد، لأنه نشوف أنه ارتكاب الاعتداء على المال العام من قبل شخصيات معروفة لها وزنها الاجتماعي والديني وضرب القيم الاجتماعية، أصبحت المنظومة القيمية غير فاعلة في حياة الفرد، وبالتالي غير ضابطة للسلوك، فمن يرتكب فد شيء ما يعير أهمية لرأي المجتمع أو رأي الدين فيها. الحبوب على أشكالها والهيروين والكوكايين وأخيرا الكريستال، كلها تدخل ضمن التجارة والتعاطي للمخدرات لتكون آفة تدخل المجتمع الديواني بعد إلقاء القبض على مئات الحالات وأصحابها، لتبقى سببا في ارتكاب العديد من الجرائم. تم إلقاء القبض على 58 متهم، بضمنهم سبع متهمين على مادة الكريستال قسم، والبقية على حبوب مخدرة. تم ضبط مادة الكريستال مقدارها 480 غرام، أيضا ضبط 2890 حبة مخدرة من 1/1/2016 ولغاية 25/3/2016. الحاجة الاقتصادية لتوفير المال للمادة اللي مدمن عليها يحتاج أن يشاركوا أفراد آخرين بهذا الموضوع حتى يوفر جانب اقتصادي، ممكن جانب مالي، ممكن أن يشتري بهذه المادة اللي يحتاجها. عدم توفير المال الكافي للحصول على المادة اللي تسبب الإدمان
من أي صنف من أصناف المخدرات ممكن أن يلجأ إلى ارتكاب جرائم. ظاهرة تعتبر بداية الطريق لنهاية حياة الكثير من الشباب، لتكون أمرا واقعا بعدما كانت ظاهرة عابرة تتطلب إجراءات قوية من كل الجهات ذات العلاقة. لبرنامج أبيض وأسود، زيد الفتلاوي، الديوانية. شكرا للزميل زيد الفتلاوي على هذا التقرير من محافظة الديوانية. نرجع الحديث عن هذا الموضوع، لكن ناخذ جانب آخر ونتحدث مع أكرم. أهلا وسهلا بك أكرم، أنت أيضا من الشباب اللي متطوعين. أنا من الشباب المتطوعين، رئيس اللجنة الإعلامية لدى منظمة طموح الشباب. أها، وأنت باحث بموضوع المخدرات. اختصينا أنا وأصدقائي الثلاثة، أستاذ محمود وأستاذ صلاح، حول المخدرات، لأن عندنا مشروع قادم، فتفضلنا من خلال القناة بعد انطلق المشروع إن شاء الله، أنه على الأسبوع القادم والأيام المقبلة أنه نبلش بهذا المشروع. جميل. اختص أستاذ محمود بالحالات النفسية. أه. المخدرات. أنا أريد من يمك هسه، أنت معلوماتي اللي جمعتها. الحالات الأسرية والاجتماعية. أي. يعني كضعف الانتماء للأسرة وعدم المسؤولية تجاه أسرته، هو المدمن، وتعاطي المخدرات إلى تفكيك الأسر يؤدي إلى تفكيك الأسرة داخل الأسرة، يعني هو يؤدي إلى تفكيك أسرته داخلها. طيب. والعزلة عن المجتمع وعدم المشاركة داخل المناسبات التي تحدث داخل الأسرة. نعم. يبقى معتزل دائما، هو المدمن. 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 نعم. تعلم السلوكيات السيئة كالكذب والاحتيال والسرقة والشذوذ، وتعاطي المخدرات من العوامل المؤثرة في زيادة ارتكاب الجرائم. نعم. والمدمن يؤدي إلى حوادث السير والقتال. هذا أي نعم، هذا معروف، هذا معروف. لكن أكو أريد أعرف من حضرتك من خلال البحث اللي أجريته، أنت وين توجهت بالبحث؟ توجهت إلى مستشفى الشماعية. نعم. اللي عن دراسة البحث. وجد الشخص هو هناك اسمه مصطفى. مصطفى من إحدى المحافظات. أيوة، من إحدى المحافظات. يعني فسألت أسئلة، هو جاوبني عليه، هو غير مجنون. غير مجنون. هو يعني موضوع في مستشفى المجانين، لكن في مستشفى المجانين، في سجن المجانين. أها. في سجن المجانين كوده على أساس مجنون. نعم. وهي السوالف على مود يجيبوا لها السجن. فأنا دخلت له بعد عنه متر خلف القضبان، لأنه هو خطر. نعم. فتكلمت معه، سألت أسئلة، كتبت له أنت ليش جايبك هنا؟ قال أني أهلي ما انطوني علاجي. قلت له شنو علاجك؟ ما جاوبني. قلت له ليش جابوك هنا؟ وش سويت حتى جابوك؟ قال حرق سيارة أبويا. قلت له قل لي اللي سويت. قال صعدت عليهم للغرفة رتقت نقهم. اي، فأبويا اشتكى علي وجابني اللي جاي. قلت له شنو علاجك؟ ما جاوبني. قلت له شنو علاجك؟ ما جاوبني. فكان صديقه داخل السجن جاوبني، قال علاجه انه حبوب ومخدرات ياخذ. فقلت له انت حبوب ومخدرات اذا مو هنا تنحط بالسجون مالتنا. نعم. ف يعني كانما بيها شغله يعني فلوس على مود يجيبوه هنا. سهل. زين، هو هذا مو لازم يروح اكو مكان دكتوره؟ يعني هيك موضوع، يعني هيك شاب مدمن، هذه كارثه مو حقيقه. يعني هو سوى مدمن. نعم. احنا راح نحوله الى مدمن مجرم مجنون، يعني حتى بقضيه السجون استاذ بلال. نعم. ذول المدمنين هم مرضى، يعني انا المريض مو اسجن، المريض يحتاج الى علاج، مستشفى، يحتاج الى مصحه. نعم. والمصحات هذه تتضافر بيها الجهود، يعني حتى قضيه الاحتواء الاجتماعي. العائلة لوحدها لا تعمل شيئا ولا تستطيع أن تعمل شيئا، لأنه قضية مريض، أنت من نقول مريض يحتاج إلى طبيب مختص. نعم. والطبيب نفسي عضوي، لأنه هذا الشخص قد يتحول إلى شخص خطر مثل ما أكيد. ذكر أكرم. أكيد. وحرق سيارته، أو يتحول إلى مجرم يزني بمحارمة أو يقتل، لأنه هو غير حاس باللي دا يصير، هو فاقد للأهلية تماما. لذلك المصحات اللي يتم بنائها خصيصا لهؤلاء المرضى، العائلة لوحدها لا يمكن أن تنجز شيء، المجتمع لوحده لا يمكن أن ينجز شيء. في عملية العلاج المدمن نحتاج إلى مراحل، ومراحل صعبة مو مراحل سهلة. لأنه أنت لما تعيد تأهيل هذا الشخص وتعيده إلى المجتمع، أكو حالة يسموها ماذا بعد التأهيل، يعني هو لا تتخيلون أنت بعد ما مريت بمرحلة التأهيل ومصحة وعلاج نفسي. نعم. إذا كانت موجودة طبعا. إذا كانت موجودة هو. نعم. أكو خطورة أخرى بعد أن يرفض الإدمان، راح تبدي عنده مقاومة الرفض هذا. نعم. فممكن يعني أكو خطورة عالية أنه يرجع للمخدرات. أكو ضغوطات من قبل الأشخاص اللي علموه على الإدمان. نعم. وما راح يعفوا بحاله. نعم. وأكو حالة عنده يبدي يطلب بها الإدمان، فبالتالي إحنا حتى لو أهلناه
وحولناه إلى شخص تخلص من حالة الإدمان وشفى تماما من حالة الإدمان، أكو حالة علاج أخرى ومراقبة هي ما بعد أن تخلص من حالة الإدمان. عادة مراحل علاج المدمن تحتاج إلى 5 أو 6 مراحل بالأقل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة القرار، أنه هو اللي يسموها مرحلة رفض المدمن لحالته. وإيمان، لأن أنت لا يمكن أن تعالج المدمن. هسه هو أكرم قال قال عليه شخص خطر. الشباب عندهم كثرة هاي المخدرات، بس اكو معلومة ثانية انه البنات انتشرت بيناتهم بين الجامعات وبين الطلبات الاعداديات. عادي هو نفس الحالة، هذا هذا الجامعات الاهلية. هذا اريد نحكي به، لحظة احنا نحكي بصورة عامة. لا هسه بعدنا ما مت احنا ما دام نقول هي مواد مخدرة فهي منتشرة، يعني الوسط وسط اكو مختلط ممكن للبنات، وخاصة مع انتشار الارجيلة و صح هاي النوادي المختلطه. واكثر من مره احنا سمعنا انه الكوفي شوب بالفعل. اكو اكثر من كوفي شوب القوا القبض عليهم بهذا السبب. ممكن ويا وجود المال اللي بيد الشباب مع عدم وجود متابعه مع حاله ضياع للشباب. طيب من ممكن طيب جدا. دكتور انا بس استعرض لك مراحل العلاج العفو حتى نشوف احنا وين واصلين. يلا يعني اول خطوه لازم ناهل المدمن نفسيا ونعرفه بخطورة ما يجري، ومن ثم يخلي هو يقرر يتعالج. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الاستقرار اللي هي يبدي يتقبل بها العلاج سواء كان نفسي أو بدني. المرحلة الثالثة اللي هي طبعا هذه اللي أشد المراحل معاناة، لأنه هو راح يعيش في صراع بين ما يريده جسمه من مواد مخدرة متعلم عليها. راح تختلف عنده حالة النوم، راح يعاني من آلام مبرحة في جسمه. فإيش قد إحنا نقدر نعطيه دعم نفسي ودعم عضوي حتى يقدر يقاوم كل هذه، ومن ثم ننتقل للمراحل الأخرى. أكو حالة خطرة من الممكن أنه يمر بها علاج المدمن. بعض الأحيان الأهل من يودوه إلى طبيب يبدي وياه علاج يعوفوه. طبعا بالمناسبة العلاجات العضوية للمدمن تحتاج فترة طويلة جدا، فترات طويلة جدا. يعني لا نتخيل احنا نعطيه علاج ورا يومين او ورا اسبوع او ورا شهر يصير زين ويغادرها، لا تحتاج الى صبر وتحتاج فترة طويلة. بعض الاهل ينقلوه من طبيب الى طبيب اخر، فالطبيب الاخر يبدي يعالجه بعلاج اخر، وهنا هذا صح؟ هذا جدا خطا، لانه جداً انت دائما المدمن نساله انتم نعطيه علاج، لانه مرات بين ما توديه الى طبيب اخر يبدي ويا علاج اخر اثار العلاج الاولى بتبدي تظهر. صح. وهنا مشكله. بعض الاطباء شو يسوي حتى يخلصه من مخدر مدمن عليه قوي، ينطيه مخدر اقل آخر قوه، وهذا خطا اخر يرتكب في حق المدمن، لانه انت هنا اذا تتلاعب بحواس يعني خطا بخطا خطا بخطا، وهذا خطا بالتشخيص. طيب خلي نتكلم مع صفاء. صفاء هو من الشباب اللي بصراحه اللي قام بخلال اكثر من 3 أشهر يعني جهد، هو مو صحفي الولد طالب، لكن قام بجهد صحافه استقصائيه وتعرف على شباب واقترب من عندهم وعرف كثير من المعلومات عن ما يتناولون اليوم الشباب. اريد اعرف من عندك صفاء شنو المعلومات اللي اكتشفتها انت من الشباب اليوم اللي دا يتناولوا؟ طبعا بالبدايه اشكرك على هاي الدعوه واشكر برنامجك لان اتطرق لهيك موضوع. شكرا لك. طبعا احنا الشباب هسه نعاني من حاله كلش خطره. نلاحظ انتشار المخدرات، واقتصينا بالحديث هسه على انه البطاله او انه متشرد. هاي مو شيء. الشيء اللي نلاحظه بالطلاب المتعلمه وطلاب الكليات هو اكثر يتعاطون هاي الحبوب المخدره او المخدرات. طيب. طبعا اول شغله عامه يعني اكو بالطلاب طلاب جامعات. طبعا انا تعايشت هذا الموضوع، انا صار لي 4 سنوات كليه. نعم. تعايشت ويا الطلاب وشفت هذه الامور قدام عيني، من دي ياخذونها من دي يتعاطونها ومن دي يشترونها اصلا. احنا ذبينا اللوم على انه العامل النفسي. نعم. اكو نوع من انواع الحبوب، طبعا ما اعرف المسمى الطبي له. نعم. بس اكو يسمونه متداول 01. طيب هو شنو هذا؟ عامل النفسي يخليك ياخذونه، يقول له انت اذا تريد تقرا راح يخليك تقرا، اذا تريد تتعارك راح يخليك تتعارك. وشغله يجوز تضحكون عليها هسه حتى بالكليه، يقول له اذا تريد تحكي ويا بنيه او تريد تصارحها وخذ هاي الحبايه، هذا راح يعطيك دافع قوي. جميل. يعني يساعده على يساعده على الوسائل الدعائيه اللي تحبب الشاب.
يعني هو ياخذها. منو يخترعها؟ ياخذها هذه؟ الحقيقه هي اجنده كبيره يعني. هو طبعا صاحب البضاعه يروج لبضاعته، أي. عنده وسائل هدفه فقط انه التسويق. اكيد القضيه هي قضيه اكبر يعني، هي مو قضيه تسويق يعني. انا ما اعتقد انه موضوع تسويق. اكو استاذ بلال، اكو اجندات اكبر، لوبيات اكبر، نعم. واكو ناس وسطاء، هو يريد يحصل المال بغاية، نعم. تحصيل المال. يعني اللي ذكرهم صفاء، اكو قسم من الشباب هو ما يدري هذه ماده مخدره، هو ياخذها تنطي هذا الدافع، تنطي هذه الشجاعه، نعم. او يريد يسهر فترات طويله ما ينام، وقسم بهم يربي عضلاته، ذول بالنوادي الرياضيه يريد يظهر، نعم. هذه التقليعات طبعاً الجديده طبعاً اللي هو دكتور شنو، اكو نوع من الحبوب ينطي دافع مثلا انه يزيد نشاطه، سهر، قله اكل، فياخذها لي جرأة يحكي بها ويا البنات. صفاء، مو بس الطلاب، اريد اعرف انه العد منه، مو بس الطلاب هذا النوع ياخذونه اصلا المنتسبين، زين. سواء السيارات، نعم. وبالاحرى راح اقول لك شغله ويجوز تتفاجئ، الدكاتره ايضا ياخذون هاي الحبوب. الاطباء من يطب عمليه مثلا تطول تستغرق ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة. هسه هذا الموضوع يجوز استثنائي. استثنائي. لكن اريد اعرف الطلاب اللي ياخذون. بس بعض الحالات، العفو استاذ بلال، اكو بعض الحالات مو ادمان. لا مو ادمان، استثنائي. يعني حتى هاي المواد المخدرة هي علاجية. نعم. يعني هي علاجية، يعني انت الترامول وغيره هذا ما ممكن واحد يطلع من العملية الجراحية الكبرى اذا ما ينطوه حتى تسكن عنده الالم. دكتور هاي وحدة. بس انا حتى اللي يخضع للتخدير. سؤال واحد، انه هذا الشباب اللي بالجامعات اللي دا ياخذوه يوصل مرحلة إدمان؟ يوصل مرات مرحلة إدمان، ومجرد مرات نزل. أسعارها غالية؟ أسعارها هذا الشيء طبعا هو المتداول عليه، أسعار المخدرات غالية، نعم. أسعار هاي الهوب غالية، بس الترويج بالعراق وصلت إنه نسبة جدا بسيطة وأي شخص يقدر يشتريها، زين. يعني هاي واحدة. شغلة ثانية، قامت تجيب كميات كبيرة، والرقابة، إحنا لا ننسى الرقابة، هواي حبوب مخدرة تنباع بالصيدليات هسه، يعني تروح له على وصفة الطبيب، نعم. هاي الحبوب تروح من وصفة الطبيب، نعم. سعرها ما يتجاوز 5000 دينار، طيب. زين ابو الصيدلية ليش يبيعها ب 25 للخارجين اللي ما عنده؟ زين، شكرا لك صفاء، شكرا لك صفاء، حتى الصيدليات، نعم. يعني حتى الصيدليات استاذ بلال، اليوم اي واحد يجي، يعني انا اقول يعني الاخوه في نقابه الصيادله، نعم. يجب ان يفعلون هذا الموضوع. اي صيدلاني اليوم يقدر ياجر الاجازه مالته لاي واحد تكنيشن او اي واحد مستثمر، نعم. وبالتالي اصبح الدكاكين لبيع الدواء الحقيقه. ماكو اي رقابه، اكثر اللي يقعدون بالصيدليات اذا تشوفهم هم مو صيادله. هي الرقابه موجوده، بس اعتقد انه مو مثل قبل الرقابة. اكو لوبيات تسيطر على خاصة من صار البيع الادوية تجارة، نعم. يعني بعد مو حصة من الوزارة، يعني اليوم، نعم. اي واحد يجي يطلب شريط معين ب 2000 دينار من هاي الحبوب، حتى الالارمين وجماعته، نعم. ادوية الحساسية، نعم. ومشتقاتها هذه من السهولة جدا شرائها، موجودة وباسعار زهيدة، مو بس رخيصة. قلة التشارات الشخص يتناولها حتى ينام او حتى يخدر، والمواد المنبهة موجودة في العصائر، هذا الريد بول وغيره، نعم. الشباب، نعم. اللي اصبحوا يشربوه بكميات، نعم. وهي كبيرة. طبعا بعض الدول وبعض البلدان مانعيها، محرمتها، نعم. محرمة، نعم. دوليا. خلي ارجع، اكو قسم، نعم. من المواد، العفو، بالشم، يعني الاسيتون وجماعة الاسيتون والثنر وهذه الاشياء، الثنر وهذه، نعم. هذه بالشم، نعم. تنطي حالة من الانتشاء والانتعاش. طيب خلي قبل ما ننتقل الى تقرير اخر، اريد اعرف من صلاح. صلاح، انت عندك احصائيات عن المحافظات العراقية، اريد اعرف منو اكثر المحافظات العراقية اليوم بها انتشار للتعاطي، واكثر المحافظات اللي تمر من خلالها المخدرات. الحقيقة اكثر محافظة اللي قاعد تتعاطى بالمخدرات هي اربيل. اربيل، اربيل، أه. واكثر البيع المباشر وتدخل عنها المخدرات هي العمارة، العمارة، ميسان. يعني أكثر محافظة بالعراق قاعد تجيها المخدرات عن طريق إيران وعن طريق الأمريكا اللاتينية هي العمارة، 13 نوع قاعد يدخلن. أه. تدخل عن طريق البصرة، الكريستالة طبعا الوحيدة قاعد تدخل، هاي تمر فقط لو تنباع فيها، تنباع، أه. تنباع حتى عن طريق الدول، يعني أردن توزع، تاخذ، توزع على أفريقيا، أه. سعودية تاخذ، توزع على الخليج العربي، تركيا توصل عن طريق سليمانيه واربيل، اربيل ياخذون المواد هذه عن طريقهم ويبيعونها تركيا، تركيا تبقى يعني قلت لك للدول الاوروبيه، الطريق الامن، يسمى العراق حاليا الطريق الامن لمرور هذه المخدرات الكل،
يعني بس أريد أذكر إدارة أسانم حالياً بالسجون. نعم. إدارة السجن خطوة خطوة حلوة يعني جيدة. نعم. سابقاً كان المواجهة مثل يجيبوا له جغاير للسجين. نعم. كذا هسه اللغت حالياً سبب المدير العام خطوة خطوته طبعاً ناجحة بالذات. نعم. لأن بدأ أول مرحلة قطع المواجهات كلها. شكو حاجة طب للسجين تنقطع. يعني هاي الحاجات اللي تدخل بيها مخدرات بيها قطعها. آه. ففتح حانوت عن طريقه يشترون من عده، يعني ابسط شيء الجقاير انقطعت. الجقاير قام حتى وزاره العدل قام تصدر جقاير خاصه من عدها. نعم. توزع على السجين. ما تخلي يروح اهله يجيب له جقاير وبالجقاير سبب المخدرات هذه ايضا. يعني نفتح الباكيت والباكيت تباع علي بسلفن. تفتح. طيب. الباكيت. طيب. تطلع الباكيت تلقيه البصره بيها مخدرات. البصره بيها. خلي نشوف تقرير البصرة قبل لا بس وصلت. نعم. مرحلة يعني بالسجون قبل كانت بزمن المدراء السابقين. نعم. 100% حاليا هسه ما يقارب 10% يعني قضت عليها تماما بالسجون. هاي بالسجون. بالسجون هي يعني حتى يعني هو لازم يعني انت وين كل السجن وهم تدخل المخدرات نفس الوقت مو بس تضع عليها يعني مستشفيات يعني خاصة سجن مو مصحة. ايه. العفو. ايه. مستشفى خاصة. ايه. وفتحوا دورات تهيلية يعني حتى. طيب. في معرض بغداد شاركت. نعم. الوزارة ودارة الإصلاح بالذات شاركت. زين. الحرفيات الحرفيات. نعم. للسجناء يعني قاموا يطلعون السجين يعالجونه. نعم. ويخلونه بمكان حرفي مثلا أنت شنو عملك. ايه. نجارة حداد. جيد. هذا جيد. وعرضوا مواتهم بالمعرض. طيب. بغداد. طيب أنا أشكرك طبعا. خلينا ننتقل مثل ما قلت للبصرة، خلينا ننتقل للبصرة ونشوف علي عدنان شنو شاف من موضوع المخدرات في البصرة. تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر الظواهر الدخيلة على المجتمع البصري، حيث تجد نسب مرتفعة من الشباب يلجؤون إلى تعاطي أنواع مختلفة من هذه المواد المخدرة نظرا لأسباب تتعلق بالإدمان أو أسباب نفسية أو اجتماعية أو مادية. هذه الظاهرة ظاهرة جدا خطيرة وأخذت من الشباب مأخذا جدا واسع، وحقيقة هذه ليس على تقتصر على الذكور وإنما تقتصر أيضا على الإناث، وظاهرة جدا جدا واسعة نجدها بالمقاهي ونجدها أيضا في بالبيوت. ظاهرة تعاطي المخدرات بصورة كبيرة يعني وواضحة، فيعني سجلت مراكز الشرطة هذه الظاهرة للأسف ليس فقط يعني الشباب بل تعدت حتى إلى الطالبات يعني والبنات يعني المراهقات. هذا الشيء بنظري بسبب قلة التوجيه ربما من الأهل ربما من المدرسة، نحتاج إلى توجيه أكثر. انتشار المخدرات بين الشباب التي يجب أن يكون لنا دور فيها نحن منظمات المجتمع المدني مع الحكومة، لأنها تؤثر سلبا على المجتمع، تؤثر سلبا على الشباب الموجودين في المجتمع، تؤثر سلبا على الاقتصاد، تؤثر سلبا على جميع نواحي الحياة، خاصة أنها تدمر الشباب العراقي، تدمر الكيانات والعوائل التي بنيت خلال السنين الماضية والقرون الماضية، تلغي التقاليد والعادات بانحراف هؤلاء الشباب خارج عن سيطرتهم بسبب إدمانهم لتلك المخدرات. مختصون من الحكومة المحلية أكدوا على اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وضبط الحدود مع دول الجوار لإيقاف تدفقها للبلاد. هناك منهم من يكافح المخدرات موجودين الأجهزة الأمنية وبالتالي يشد على أيديهم، لكن أن لا يكون هناك تسويق إعلامي للمخدرات وكأنما هي بطولات وإنجازات وهي بالأصل بأنه هي بعض الأمور اللي ما تصل إلى هذا الحد. لدينا فعلاً في السجن موجودين تجار مروجين متعاطين موجودين، لكن ليس بالصورة التي ترسم على محافظة البصرة. يعني هو المخدرات بأنه يجب علينا مكافحته والأجهزة الأمنية من المطلوب منها أن تعمل، لكن أرجو أن تعمل بصمت بدل اللجوء إلى الإعلام وتهويل الموضوع أكبر مما هو في محافظة البصرة. مكافحة المخدرات العصابات اللي تم إلقاء القبض عليها خلال الأيام الماضية. ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية كان أحد الأسباب التي أدت لتنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في محافظة البصرة، فضلا عن انتشار المقاهي غير المرخصة صحيا. أسباب كثيرة ترجع لمتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات ربما تكون نفسية أم اجتماعية أم مادية تذهب باتجاه ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد. لبرنامج أبيض وأسود علي عدنان البصرة. شكرا.
شكرا لزميل علي عدنان على هذا التقرير. دكتورة بصراحة الوقت يعني ما بقى وقت يعني عندنا غير انه دقيقة واحدة كلام اخير لك. والله انا عندي قضيتين، القضية نعم. الاولى استاذ بلال انا اتمنى تكرر حلقات من هالنوع ان شاء الله يعني احنا عندنا ان شاء الله حلقة ثانية نسوي اكثر. نعم. واشكرك طبعا جدا لتسليط الضوء على هذه النقطة، وهذا جزء من حرصنا على ابنائنا، وأشكر الشباب المتطوعين الحقيقة اللي هم بجهودهم. نعم. وبجهود الإعلام. نعم. الهادف أكيد نستطيع أن ننقذ وهذا الأبيض. ما يمكن وهذا الأبيض. وهذا الأبيض. نعم. الحقيقة. نعم. وعاشت إيدك تطلع لنا الوجه الأبيض للقضية. أكيد. لأنه إحنا بهذه الجهود. نعم. لتضافرها. نعم. بنشر حالة الوعي عن طريق الإعلام بالجامعات بالمدارس. نعم. نستطيع أن نلملم ما يمكن لملمته. أكيد. لأنه الخطر مستفحل. شكرا لك دكتورة ندى، اليوم أخذنا من وقتك. شكرا جزيلا. شكرا لك على المعلومات جداً. المهمة. نشكرك ونشكر الشباب اللي حضروا اليوم، ويعني بصراحة تعنوا الطريق والازدحامات، شكرا لكم وشكرا على هذه البحوث اللي قدمتوها، وإن شاء الله إحنا راح نلتقي إن شاء الله وراح نلتقي إن شاء الله بحلقات أخرى، خاصة هذه جهودكم إن شاء الله ما تروح يعني اعتباطا، لا بالعكس راح تكون هذه الجهود موجودة ونعلنها دائما في برامجنا إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، بصراحة الوقت ما بقى إلا أقولكم دائما نحرص على وجود الأبيض رغم وجود السواد في مجتمعنا، لكن دائما أكو أبيض وأكو أمل، وما دام أكو شباب يبحث عن هذا الأبيض إحنا نكون متفائلين، ويا ربي بالحلقات القادمة يكون الأبيض متغلب عن الأسود. في أمان الله.